أخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد، هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه من طبيعة الحال على مشكل ديال برنامج مقاولتي، فنزولا عند رغبة بعض الأصدقاء منهم السي عادل اللي قال لي خصك تبان في الصورة. أنا كنبان في الصورة، وتحية للإخوة المناضلين اللي سهروا على إنشاء الإطار الجديد اتحاد مقاولي برنامج مقاولتي. ولو انني عندي تحفظ على هذا الاسم هذا، لانه انا دسم هذا البرنامج هذا، فانا ما مقاول ما والو، انا مقاول افشل. فالاسم كان بالاحرى يتسمى اتحاد المقاولين الذين افشلوا في اطار برنامج مقاولتي. هذا هو الاسم اللي كنشوفه انا صائب. هذا من جهه اخرى نبغي نقول على انه في إطار هذا البرنامج المشؤوم والشركاء اللي كانوا في إطار هذا البرنامج، منهم وزارة التشغيل، منهم لانابيك، منهم السي سي جي، منهم أطراف أخرى، أين هم؟ فين هم؟ في المحاكمات اللي كيتعرضوا لها الإخوة، وفي هذه المتابعات، وفي هذه الروينة هذه، في هذا الإطار ديال البرنامج مقاولتي، أين هم؟ فين هي وزارة التشغيل؟ علاش وزارة التشغيل ما تحملتش المسؤولية ديالها التاريخية والقانونية في هذا الباب هذا؟ ثم علاش لا سي سي جي نصبت نفسها طرف في هذه القضية إلى جانب الأبناك؟ علاش لا سي سي جي اصطفت إلى جانب الأبناك؟ هذا سؤال. ثم أين لانابيك؟ فين هي لانابيك؟ وفين هي المراكز الجهوية ديال الاستثمار؟ فين هما في هاد القضية؟ حنا دابا المقاولين، الناس المقاولين الذين أفشلوا في إطار هاد البرنامج، جينا من السماء وطحنا وجبرنا راسنا في هاد الروينة هادي. إنسان مؤزم في مشاكل، أين هما هاد الناس، هاد الشركاء؟ تا هما خصهم يدخلوا الدعوة. وبالمناسبة أنا أطالب الإخوان برفع دعوة قضائية على وزارة التشغيل وعلى لانابيك وعلى مراكز الاستثمار. بالمناسبة أثيرت ضجة كبيرة القضية ديال هاد مراكز الاستثمار، فخصنا نعرفو شنو المحل ديال هاد مراكز الاستثمار من الإعراب في إطار هاد برنامج مقاولتي. علاش الإخوان يتابعون وكيتحقر عليهم هاد المفهوم هذا؟ شأنهم شأن جميع، كما يقال الحيط القصير، أي حيط قصير في البلاد هذه كيتنقز بسهولة. فأنا أطالب فتح تحقيق باسمي أولا كمقاول أفشل في إطار هذا البرنامج المشؤوم، وباسم جميع الإخوان المقاولين ديال برنامج مقاولتي. أنا أطالب بفتح تحقيق عادل وشفاف في هذه القضية. هناك أموال بالملايير جات من الخارج في إطار دعم مقاولات صغرى، أين هي هذه الأموال؟ فين هي؟ فين مشى هذا الشيء؟ فين مشى هذا الدعم؟ هناك وثائق ديال ويكيليكس تثبت على أنه جات أموال بالملايير من الخارج في إطار دعم هاد الناس هادو، والدم ما وصلش لعباد الله. ثم ما كانت لا مواكبة لا والو، أين هي المواكبة التي صدعوا رؤوسنا بها؟ كنا في الإعلام نسمع صباح مساء، والإشهارات كاين المواكبة، كاين دعم ديال الشباب، كاين. فإذا به من خرجنا للواقع صدمنا، ما كاين لا دعم لا مواكبة، لهم يحزنون. حتى الكريديات تعطاتنا بطرق بشعة، استغلال خطير. أنا بالمناسبة كحالة ربما نادرة في هاد البرنامج هذا اللي تجرفت فيه، أنا بعدا كنهضر على نفسي، خديت كريديات ديال 53,000 درهم، 53,000 درهم، 20,000 ريال ديال الماتريال، خلصت فيها لاطيفية 25% ديال لاطيفية،
و15,000 درهم ديال الفوندرولمون، ما تبقى بقى عند لا بنك قالك قطعت هي الكريدي ديالها دوفيس، مازال ما درنا حتى حاجه. الحاله ديالي انا مازال نهضر ان شاء الله ندير فيديو دي طيب على الحاله ديالي بعد، انا حاله خاصه نادره. فنداء الاخوان يجب اصطفاف وراء هذا الكيان الجديد، السي العرفاوي وباقي الاخوه يجب الاصطفاف الى جانبهم ودعمهم بكل ما يلزم ماديا ومعنويا الى اخره. ثم نداء المسؤولين الى وزارة التشغيل، اقول لهم نحن قادمون، احنا راه ماشي ما كنلعبوش، هضره الجد. فنحن في اطار هذا الاطار الجديد ديال الاتحاد مقاولي مقاولاتي، ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقولوا الكلمه ديالنا، وغادي نبين لكم بما لا يدع مجال للشك على اننا ناس جديين وباغين الحوار بالدرجه الاولى. الا ما كان لا حوار ولا احنا سنناضل، غادي نمشيو بالنضال جيسكوبو، غادي نعريو المستور. فهذا نداء نقول للمسؤولين، جلسوا معنا اطابل، تفاهموا معنا، نريد فتح تحقيق عادل وشفاف هذه القضيه. تم النصب فيها علينا، نحن كمقاولين افشلوا في اطار برنامج مقاولتي، اكررها وكنقولها حتى للرمق الاخير، نحن تعديتوا علينا صراحه، هذا هو الواقع. فالإخوة والأخوات، إلى فيديو آخر إن شاء الله الرحمن الرحيم، فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.